مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه. اليوم رساله الى المدعو بنيامين نتنياهو، البس عشان هنروح باي. رساله الى الرئيس الامريكي جو بايدن، الوجه الحقيقي ينكشف وبكل وضوح وصراحه وبجاح. اهلا بكم في العالم الجديد، اهلا بكم في الحلقة الأخيرة من سقوط النظام الدولي اللي بيدعي دائما أنه يسعى إلى الحريات، يسعى إلى ضمان الحقوق، يسعى إلى معاقبة المسؤول. أهلا بكم في عالم لا يطبق القانون إلا على الضعيف، وقد يستغل القانون ضد الضعيف. أهلا بكم في عالم كنا نتمنى أن يحافظ على ورقة التوت الأخيرة التي قد تظهر لنا أن هناك بعض الإنسانية في المستقبل، بس للأسف أنا بقول لكم ما فيش ولا ورقة توت ولا إنسانية، وهو كده، واللي مش عاجبه يعمل اللي هو عاوزه، وإحنا كمان هنعمل اللي إحنا عاوزينه. محكمة الجنائية الدولية، المدعي العام اللي هو وكيل النيابة يعني بتاع المحكمة الجنائية الدولية، أصدر خلاص، طلع إصدار وطالب نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي. أول ما الراجل ده بس فكر، لو تفتكروا من أسبوعين طلعوا شوية من مجلس النواب الأمريكي، من الكونجرس الأمريكي، بيهددوا المحكمة الجنائية الدولية. الراجل طلع وقال وبدأ بقى يحكي عن التصريحات والتهديدات والاتصالات الهاتفية التي تلقاها بعد ما طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالنت، وأن أكد أن السياسيين كتير كلموه وأبلغوه أن المحكمة أنشئت من أجل أفريقيا. عايز بس اجيبها لكم من الاخر كده، ده هنتناقش فيه في حلقات قادمه. هحكي لكم على التاريخ بتاع المحكمه الجنائيه ومحكمه العدل واتفاقيه روما واحداث الهوتو والتوتسي والمحاكمات وصربيا وكل وسيرفينيتشا واللي حصل فيها، لان انا حضرت في المحكمه دي جلسات محاكمه. فتخيلوا ان يتصلوا بالراجل اللي هي اسمها المحكمه الجنائيه الدوليه ويقولوا انت يا عم انت صدقت نفسك؟ ده احنا عاملين ده عشان نلاعب بيها الدول الافريقية. اظن بقى لما احنا نطلع ونقول اشمعنى انتوا عينكم علينا ومش عينكم على غيره، بتكشف لكل الناس، عشان بس المتشدقين دائما الحنجوريين بقى اللي بيطلعوا يقولوا وانه كذا ونلطم على مش عارف مين، تفضلوا هم نفسهم الذين انشأوا ودعموا ودفعوا لانشاء هذه المحكمة، الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وغيرها، مش هقول مين، ولكن هم نفسهم بيقولوا احنا عاملينها عشان مش عشان احنا، عشان ناس تانية. انت تعاقب الاخر، لا تعاقبني، لا تحدثني، لا تطلب مني، لا تحاول الاقتراب مني، لا تحاول ان تشكك فيما اقوم به. الراجل اتكلم في الموضوع دون وبيؤكد ان يعني هو مش هيتأثر بالانواع دي من التهديدات. بس الكلمة بقى اللي حضراتكم كلكم والسؤال اللي بيدور في ذهنكم هو لما تطلع المحكمة الجنائية الدولية طلب الضبط والإحضار، وده أنا هفسره لكم سريعا، ما هي طلعته ضد البشير وطلعته ضد ناس كتير قبل كده، مطلوبين ومطلوب القبض عليهم دوليا. ده معناه أن لو هذه الشخصية تواجدت في دولة من الدول الأخرى اللي ماضية على اتفاقية نهائية لتطبيقات المحكمة الجنائية الدولية، لازم الدولة دي تقبض عليه وتسلمه، أو أن يكون هناك تغير في نظام الحكم في الدولة اللي موجود فيها هذا المسؤول، فيروح ماسكه ويروح بعته للمحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في جرائم عامة وجرائم إبادات وجرائم كبيرة ومحاكمات دولية،
وقد تستغرق سنوات المحاكمات دي. ولكن هل كل دول العالم ممكن تقبض على بنيامين نتنياهو؟ لا، لان اسرائيل راح تطلع، جالنت بقى وزير الدفاع الاسرائيلي طالع طبعا، قال لك احنا اساسا ما بنعترفش بسلطة محكمة الجنائية الدولية. مين دول؟ زي بالظبط ما طلعوا محكمة العدل الدولية وقالوا لها احنا ما بنعترفش بيك، وان المدعي العام للجنائية الدولية يحاول انكار حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها واستعادة المحتجزين. ارجوكوا خدوا الكلام من تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي، وخلينا اجري بيكم الكوا على طول على فين؟ على العاصمة الامريكية واشنطن دي سي، على العاصمة الامريكية واشنطن دي سي. جو بايدن الرئيس الامريكاني خرج بيقول ايه؟ بصوا ده بيقول لك انا ما عملتش، وجو بايدن البيت الابيض بيؤكد حديث وزير الدفاع الاسرائيلي ويخرج يأيد اسرائيل علنية وامام العالم، ويعود مرة اخرى الى حوار اسرائيل تدافع عن نفسها، فيطلع يقول ان القوات الاسرائيلية لا ترتكب ابادة جماعية في حملتها العسكرية على عناصر حركة حماس في غزة، على اعتبار ان بالنسبة لجو بايدن 60-70 ألف شهيد من ضمنهم تقريبا 30 ألف طفل فلسطيني بالنسبة للإدارة الأمريكية دول ولا حاجة، احنا بنحاول نموت حماس. طب يا سيدي 60 ألف دول، احنا بنحاول نموت حماس. يا سيدي في 60 ألف شهيد، احنا بنحاول نموت حماس. يا سيدي في اكتر من 1.5 مليون مش لاقين ياكلوا، احنا بنحاول نموت حماس. يا سيدي انتم متخيلين هذه العقلية البشعة، مش هقول، لا هقول الوقحة القبيحة امام العالم، وتقف بكل هذا الصلف وتتحدث بكل هذه الطريقة الى الجميع، ويطلع يقول ايه؟ يقول لك ان اسرائيل كانت ضحية يا عيني منذ 7 أكتوبر، ومنذ شن حماس لهجماتها التي ادت الى مقتل 1200 اسرائيلي واحتجاز مئات الرهائن. عقلية دي امريكا، ده غير الكونجرس تهديداته، الدنيا مقلوبة طبعا عنده. طيب الرئاسة الفلسطينية بقى بتعلق، بتقول ان احنا بنحذر من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في رفح وغزة ونابلس وجنين وسقوط عديد من الشهداء والجرحى، وانه رغم قرار المدعي العام اللي هو بتاع المحكمة الجنائية الدولية، حكومة الاحتلال وجيشها يصران على مواصلة الجرائم بدعم امريكي مستمر، ونحن نحمل الادارة الامريكية مسؤولية الافعال الاسرائيلية الخطيرة التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية. يا ترى احنا سمعنا الكلام ده فين قبل كده؟ سمعناه كتير، ونظل نصرخ ونظل نحذر ونظل نموت. على الهاتف الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بكم. الولايات المتحدة الامريكية تعود لتصريحات بالوجه القبيح للسياسة الخارجية الامريكية دعما لاسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية، تعليق حضرتك. هذا هو الوجه الوحيد للسياسة الامريكية، لا يوجد في السياسة الامريكية وجه قبيح ووجه حسن. الوجه القبيح المشين هو الذي يدمغ مواقف الإدارة الأمريكية في كل الميادين، على الأقل تجاه القضية الفلسطينية. الولايات المتحدة تصر على سياسة الكيل بمكيالين، تتعامل هنا بمكيال وهنا بمكيال آخر، في منطقة ما تطالب بتطبيق القانون الدولي، في منطقة أخرى بنفس الظروف بنفس الصورة تتجاهل الحديث عن القانون الدولي. إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، ولا تزال تمارس حرب إبادة للشعب الفلسطيني، ولكن الإدارة الأمريكية تغمض عينيها وتصم آذانها عن رؤية الحقيقة وسماع الحقيقة فيما يتعلق بهذه الحرب المسعورة المجنونة
الهمجية ضد الشعب الفلسطيني. ليس فقط الموقف الأمريكي من قرار المدعي العام للجنائية الدولية، إنما قبل ذلك استخدام الفيتو 4 مرات في مجلس الأمن خلال 6 أشهر أو خلال 5 أشهر، 3 مرات منها لمنع مجلس الأمن من استصدار قرار وقف إطلاق نار ضد الإبادة لوقف إطلاق النار، ومرة أخرى لمنع فلسطين من الحصول على وضع الدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. لا يوجد ما هو أقبح ولا أحقر من هذه السياسة، ولا أكثر قبحا من هذه السياسة العمياء التي لا ترى إلا بعين واحدة وتكيل بمكيالين وليس بمكيال واحد، وتصر على أن تكون طرفا طيب في هذه المسؤولية عن إبادة الشعب الفلسطيني. طيب دكتور محمود، خلينا ننتقل من رأينا ووصفنا للي بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأحداث الآن. ما الذي تتوقعه؟ هل ستستمر المحكمة الجنائية الدولية في مطاردة نتنياهو؟ أم هل ستنجح الضغوط المختلفة من دول العالم، من بعض الدول الأوروبية ومن الكونغرس الأمريكي في إخفاء مذكرة الضبط والإحضار؟ اصلا يعني احنا بالنسبة لنا ضبط واحضار ده يا باشا ده مجرم ومطلوب ان هو يتجاب من قفاه ويترمى في سجن ويتخش بقى علشان مطلوب امام النيابة للتحقيق. هل هتموت العملية دي وتتنسى، ولا ستتحدى المحكمة الجنائية الدولية الرغبة الامريكية؟ القانون الدولي والعدالة الدولية على المحك وفقا لمواد القانون وبنود الإجراءات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية، لابد لهيئة المحكمة إصدار قرار من الاستجابة لطلب المدعي العام. طبعا لازم إصدار مذكرة إحضار أو كما تفضل جلب وإحضار. أيوة ضبط وإحضار زي الحرامي، زي حرامي الغسيل. أيوة لمجرم فار من وجه العدالة، مجرم اعترف بجرائم الحرب ويتبجح لأنه ارتكب جرائم حرب. صحيح. بالمناسبة هؤلاء المطلوبين نتنياهو وجلن اعترفوا صراحة علنا أمام الكاميرات وعلى مرأى ومسمع من العالم، اعترفوا بارتكاب جرائم حرب، وبالتالي لا مناص أمام المحكمة الدولية المحكمة الجنائية من إصدار مذكرة الضبط والإحضار، مذكرة الاعتقال للتحقيق معهم بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. دعني أسوق لك مثالا واحدا. وزير الحرب الإسرائيلي جالنت الصحفيين قال نعم أنا اتخذت قرار والحكومة أخذت قرار بمنع تزويد المدنيين في قطاع غزة بالماء والكهرباء والغذاء وفق القانون الدولي. منع تزويد المدنيين بالغذاء والدواء والماء في وقت الحرب يعتبر جريمة حرب. صحيح. طيب هذا ارتكب جريمة حرب ويتبجح ويعترف ويتفاخر لأنه ارتكب جريمة حرب، ماذا ينتظر القانون الدولي؟ مرة أخرى أقول القانون الدولي والعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام على المحك. صحيح. إما أن يكون هناك قانون وإما لا وتكون هناك الفوضى. الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هطلع بيكم من العاصمة واشنطن على طول على فين؟ موسكو. ما هو قاعد لهم بقى الدب الأبيض قاعد. الدب الأبيض وروسيا لما اتعملت المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما، نظام روما، رفضت روسيا ان هي توافق على هذا النظام او تنضم اليه. وخدوا بالكم ان بعد كده ده لو بصيتوا للتاريخ بقى، بصوا على البوسنة والهرسك وبصوا على صربيا والاحداث، وروسيا كانت بعيدة النظر في الصراع ما بين القوى العظمى، قالت لك انا مش داخلة في الحتة دي. ولكن التي اصرت ودعمت هي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والدول الغربية، وكانوا دايما بيهاجموا روسيا وموسكو
ويقولوا لها يلي ما مرضتيش على قرار المحكمة، يلي ما عملتيش مش تخيلوا. فتخرج روسيا الآن، وطبعا هو سكت لهم، ما هو عنده مشاكل معاهم ومواجههم في أوكرانيا. قال لهم أنا مستغرب جدا، غريب جدا أن تبدو الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو بيقول لهم يعني ده انتوا اللي عاملين المحكمة دي علشان كذا وكذا، مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. يعني المحكمة الجنائية الدولية عايز تحقق في جريمة، فانت بتعاقب وكيل النيابة اللي بيقول لك في جريمة هحقق فيها بانك انت ترفضه. فبيقول لك ده غريب جدا ان ده يحصل من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة علشان بس ان هم تحدثوا ضد القادة في اسرائيل، رغم ان احنا كروسيا ملناش دعوة بالحدوتة دي ولا لنا دعوة بهذا الاعلان. هنتقل بكم بقى الى ما يحدث على ارض الواقع. طبعا يستمر، وده خبر بقى بعد اذنكم، يستمر الهطل الاسرائيلي دائما، يستمر الهطل الاسرائيلي بشكل دائم. وانا حابب بقى اخش لكم على الاخبار، وانا مصدري الدائم هي الزميلة العزيزة القاهرة الإخبارية، مصدر رفيع المستوى، بيؤكد ان اللي بتقوله اسرائيل وتتداوله بشأن وجود تنسيق مشترك مع اسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في رفح امر غير صحيح، وان مصر حذرت اسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت اي تنسيق معها بشأن معبر رفح. طبعا دي المرة الخامسة او الستة خلال شهر اللي تحاول فيها اسرائيل تحط اسم مصر في جملة شبه مفيدة، شبه مفيدة. هو معرفش يجرك للحرب، هو معرفش يخليك تعمل كل اللي هو عايزه بقاله 6-7 أشهر هيتجن منك. فدايما يقولك ايه، انا بنسق مع الجانب المصري، انا بنسق مع الجانب المصري. الرد على فكرة مش محتاج يكون من مصدر رفيع المستوى من مصر، لان كل الردود جاءت من مصادر دولية أخرى اللي طلعت وكتبت تقارير وطلبت بما فيهم الاتحاد الأوروبي نفسه لما طلع يطلب من إسرائيل فتح معبر رفح اللي هي سيطرت عليه، وإن هي تستمع إلى صوت العقل، وقالوا واتقالت إن اللي حذرت منه مصر بيحصل، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تنسيق أساسا. ده ضرب من الخيال، ضرب من الخيال، لان احنا لا هنشارك في تصعيد ازمة احنا بنحاول نطفيها، ولا احنا هنشارك في موت قضية احنا اللي انقذناها. وتفضل اسرائيل تلف وتدور حوالين نفسها وبتطارد ديلها، ويحاولوا قدر الامكان كل ما يتزنقوا يروح رامي اسم مصر في جملة مفيدة. طيب، وده اللي قاله على فكره المتحدث الرسمي، قال لك ان في تخبط عندهم فبيحطوا اسم مصر في اي حاجه، وان ده احنا عندنا ثوابت الامن القومي المصري، ومن اوائل الثوابت دي هي حقوق الشعب الفلسطيني. والا يا عم ما كان، ما احنا كنا خلصنا الليله دي من شهر اكتوبر، من اخر اكتوبر، وقبضنا مئات المليارات وعملنا الدنيا، ويلا وحبايبنا واخواتنا، وكان ناس كتير قوي من اللي قاعدين النهارده يلطموا على وشوشهم ويعملوا، طلعوا وقال لك الله عليك يا مصر والله كده، وكانت ضاعت القضيه الفلسطينيه. انما انت هتقبل كمصري، ولا كان يقبل عبد الفتاح السيسي الرئيس، ولا كان يقبل الجيش المصري ان اللي دفع ثمن، احنا اكبر دوله دفعنا ثمن ودم عيالنا دفاعا عن فلسطين، كنا هنقبل على نفسنا ان يتكتب في كتب التاريخ ان مصر ساهمت او ساعدت في ان تضيع فلسطين الى الابد؟ والله ابدا، ولا هيحصل. هناخد برضو خبر تاني نقلا عن القاهرة الاخبارية، وتحية لزملائنا الاعلاميين في القاهرة الاخبارية والمراسلين المتواجدين داخل رفح وداخل قطاع غزة. نقلوا تحرك الألوية الأربعة لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية. محكمة الجنائية الدولية بتطلع قرار ضبط وإحضار، أمريكا بتقول لك مفيش إبادة، وإسرائيل طالعة تشتم محكمة الجنائية الدولية، وأرض الواقع بتقول إيه؟ أهو، طب أنتوا عايزين ضبط وإحضار، طب خش يا عم بالجيش بقى، أربع ألوية كاملة تخش إلى رفح. ويتقال في وسط الإعلام أن
الوزيرين جالانت الإعلام الإسرائيلي بيقولوا إن الوزيرين طلبوا اجتماع مع نتنياهو فاكرين مباحثات الهدنة، وأمريكا تقول لك تقدم ملحوظ ونشكر مصر ونعمل كذا، ومصر عملت كل اللي ممكن وحماس وافقت على كل الطلبات، فإسرائيل بدأت عملية رفح. تخيلوا دلوقتي بقى الاتنين اللي بيعملوا عملية رفح وبيهاجموا رفح وبيزقوا العساكر واللي المتطرفين دول القتلة دول بيطلبوا من نتنياهو الاجتماع علشان ترجع إسرائيل توافق على بعض البنود في مباحثات البحث عن الرهائن أو المحتجزين وعودة المحتجزين، لأنه لغاية دلوقتي ما طلعش حتى بجثمان مش على واحد حي. فيرفض نتنياهو، هما بيغسلوا ايدهم من ده وده بيغسل ايده من ده، وهما بيضربوا في بعض وبيولعوا في الناس، ويظل الأبرياء بلا سند. نطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. محطة جديدة من محطات مبادرة وي سبورت لدعم الطلاب الجامعيين اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة. وفي جامعة الزقازيق ومن خلال متطوعيها قاموا بتوزيع الهدايا والأدوات على الطلاب أثناء فترة الامتحانات، واللي من ضمنهم كتيب حياة كريمة اللي بيستعرض خطة المؤسسة لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم خلال الإجازة الصيفية لاستغلال وقت فراغهم في أنشطة مفيدة. بننطلق بالمبادرة من المنافذ الخاصة بمؤسسة حياة كريمة في الجامعات المصرية. وصلنا دلوقتي لعشرات المنافذ موجودين في الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية. بنستهدف من المبادرة الحالية إن احنا ندعم الطلاب ونقدم لهم بعض رسائل الدعم ونوزع بعض الهدايا البسيطة عليهم. احنا بنطمنه وبنتكلم معاه قبل ما بيدخل الامتحان، بنديله هدية بسيطة تعمل له ريفريش، رسالة موجودة جوه الهدية دي، بيبقى عنده حالة من الحماس، بيدخل بيبقى عنده إجادة. نعرفهم ايه دور المؤسسة وايه اللي بتقدمه كخدمة مجتمع في الشارع المصري سواء داخليا او خارجيا. الطلاب اشادوا بالمبادرة والهدايا واعتبروها فرصة كويسة للتعرف على المؤسسة ومبادراتها المختلفة، ده غير تشجيعهم ودعمهم في الامتحان من خلال وجودهم والمبادرة اللي قاموا بيها. هدايا حلوة وفكرة ممتازة للطلبة وبنستفاد منها، وبتشجع الطلبة اللي هم يعملوا كده ويدوا هدايا وحاجات تبسط الناس. يعني بتدعم الطلبة، بتدعمها كتير قوي، وبتقف جنب الطلبة في حاجات مثلا في مذاكرة في الحاجات دي كلها. لما شفت حاجة زي كده أنا اتشجع إن أنا يعني أكون معاهم وكده في مؤسسة حياة كريمة، لأنها هي حاجة كويسة جدا للطلاب. فرصة كويسة طبعا لأنها بتساعد الشباب وبتعرفهم حاجات كويسة، فبتساعدنا حاجة جميلة طبعا للمؤسسة. مؤسسة حياة كريمة بتواصل الانتشار مع طلاب الجامعات من خلال مبادرة وي سبورت. تم استقبال فيها أكثر من 15,000 طالب من طلاب الجامعات على الاستمارة الإلكترونية للالتحاق بالبرامج المختلفة بالمؤسسة، ومن المتوقع أن تصل التسجيلات إلى عشرات الآلاف على أن تبدأ البرامج في يونيو 2024. قلنا لحضراتكم مرة أخرى، عايز أقول لكم الحقيقة كان في لقاء النهاردة مهم جدا عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللقاء ده مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية. لما أقول لك مكتبة الإسكندرية أرجوك أوعى تفتكر إن دي مكتبة عادية أو مكتبة فيها شوية كتب. أنتم تتحدثون عن منارة العلم والثقافة في العالم ومنذ مئات السنوات. يعني اختيار ان انت تعود بمكتبة الإسكندرية الى الساحة الثقافية الدولية، انت اصبحت مؤثرا للغاية. وانك تبدأ تحفظ التاريخ والكتب وتطرح وغيره، مجلس الامناء ده بتاع الجامعة ده بيضم شخصيات دولية وعالمية. انتوا بتتحدثوا عن مجموعة ضخمة من الشخصيات والمفكرين، وهو ايضا مؤثر. ومن ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها الرئيس معاهم النهاردة كانت ملف غزة والرؤية، لأن الثقافة لا تنفصل عن الأحداث الإنسانية المستمرة والتي تحدث في العالم. ولكن هم أيضا تحدثوا عن استمرار الدعم للثقافة واستمرار الدعم للمكتبة،
واستمرار تواجد وأهمية تواجد المكتبة على الساحة العالمية. هسيب حضراتكم مع تقرير ونرجع تاني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، منهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة لويز موشي كيوابا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرنكفونية، والسيد ميغيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين، والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكروما والدكتور مفيد شهاب والمهندس هاني عازر والسيد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء مؤكدا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعميق المعرفة والعلم، كذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب، ومشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي. كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ. ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي لتحقق أهدافها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد. كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أشاد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. ومن جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة، مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم. على الهاتف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. أستاذنا العزيز والغالي مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أنا أولا انطباعاتك عن لقاء الرئيس والحوار، أنا عرفت أن الحوار امتد فترة كبيرة جيدة جدا وأن فتحتم مواضيع مختلفة وتحدثتم عن دور مصر وتحدثتم ثقافيا، تحدثتم عن أيضا المخططات اللي أنتوا تحملوها لمكتبة الإسكندرية في المستقبل وعن الدعم اللي بتقدمه الدولة. انطباعاتك عن هذا اللقاء؟ اولا يعني هذا اللقاء يعني من هو ده اللقاء اللي بنعمله سنويا مع فخامة الرئيس، وطبعا بيبقى كله مترقب الحقيقة هذا اللقاء، لان احنا بنتلقى يعني بنسمع فخامة الرئيس وبيتكلم عن المكتبة في ضوء سياقها العالمي. يعني المكتبة لا تعمل في عزلة ولكنها بتعمل في سياق اقليمي وفي سياق عالمي وتتفاعل مع المتغيرات العالمية، ولذلك فان النقاش زي ما قال التقرير كده اثار قضايا كثيرة جدا جدا مثل قضايا السلام وقضايا التعددية وقضايا التنوع وقضايا التفاعل مع المتغيرات العصر ومع التطورات التكنولوجية الهائلة ووسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام بالشباب والاهتمام بالأطفال والتوجه نحو المستقبل بشكل كبير جدا، حتى قضية غزة ويعني فلسطين وال الحرب التي تخوضها إسرائيل وضد فناء الشعب الفلسطيني تم إثارتها وتم الحديث عنها وبعض يعني الناس أشاروا إليها، وفخامة الرئيس نفسه علق
واهتم بالقضية التي جاءت في التقرير الهامة جدا، وهي انه لا سبيل الى عيش مشترك الا بتحقيق السلام، وان السلام والوئام بين الشعوب والتعايش بين الشعوب ده يعني هدف اساسي حتى من اهداف المكتبة، وان المكتبة احد ادوارها الاساسية انها تخلق نوع من الحوار ما بين الشعوب المختلفة وبين الاديان والثقافات المختلفة. كم مرة بيجتمع مجلس الأمناء؟ لأن أنتوا بتتكلموا عن أولا المجموعة الدولية موجودة في عدة دول في العالم مختلفة، هل بتجتمعوا مرة واحدة سنويا في القاهرة؟ بتبقوا على تواصل مع مجلس الأمناء وكلهم يعني الحقيقة شخصيات بارزة، بتكون التواصل معهم إزاي يا فندم؟ أولا مجلس الأمناء احنا على تواصل معاه طيلة العام، بس ممكن جدا هذا هو الاجتماع الوحيد السنوي اللي بنعقده مع فخامة الرئيس، ولكن أثناء العام بنعمل نوعين من الاجتماعات. النوع الأول بتبقى فيه حاجة اسمها اللجنة التنفيذية بيديرها الدكتور الأستاذ الدكتور مفيد شهاب رئيسها، وهو وفيها أعضاء فيها محافظ الأسكندرية ورئيس جامعة الأسكندرية والأستاذ محمد سلماوي، وأنا موجود معاهم وبناخد قرارات نيابة عن المجلس ثم نعرضها على المجلس عندما يجتمع. ثم أثناء أيضا الفترة دي ممكن نعمل عبر الزوم اجتماعات عندما نحتاج أي عضو في مجلس الأمناء أن احنا نتصل به ونسأله في بعض القضايا، هم نفسهم بيبقوا مهتمين بشؤون المكتبة بحيث أنه هو لو عنده فكرة بيبعتها في اتصال عبر العام كامل بكل أعضاء مجلس الأمناء، وزي ما حضرتك شايف هم يمثلوا شخصيات وقامات كبيرة جدا من كل أنحاء العالم، من إفريقيا ومن صحيح آسيا ومن مصر، وبجانب عدد من الوزراء عددهم 5، وزير الخارجية، وزيرة الثقافة، وزير التعليم العالي، محافظ الأسكندرية، ورئيس جامعة الأسكندرية. دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الدور الكبير اللي تلعبه مكتبة الإسكندرية على الساحة الدولية وعلى الساحة الثقافية المحلية أيضا. هنتقل بكم إلى حادثة أنا مش عايز أقول متكررة، ومش عايز أقول يعني ليه، لأن بالتأكيد اللي بيطور واللي بيشتغل هنا وهنا وهنا هو مش قادر ينزل يراقبك لما بتخالف في كل حتة، ما هو مش هيمشي ويعلق ورا كل مواطن رقيب علشان الالتزام والاهتمام والأمن والسلامة وغيره وغيره. أنا أحدثكم عن حادثة اللي انتم يمكن متابعينها بتاعت العربية الميكروباص أو العربية اللي فيها 26 بنت بتعدي في معدية اسمها معدية أبو غالب في منشأة القناطر من ضفة إلى ضفة، ولمئات الأسباب عشرات الأسباب غرقت، وحتى الآن نحن نتحدث عن 15 حالة وفاة. أنتم متخيلين 15 حالة وفاة؟ البنات دول اللي بيطلعوا يشتغلوا في المصانع بتاعة التعبئة بتاعة التغليف رايحين رزقهم، يعني رايحين يسعوا على رزقهم وبيعدوا بهذه المعدية. خلينا نعرف الظروف والملابسات. على الهاتف زميلي العزيز الأستاذ محمود عبد الراضي رئيس الصبح بياخد مجموعة من البنات من إحدى القرى من أشمون محافظة المنوفية، بيروحوا على الطريق الصحراوي بيشتغلوا في مزارع العنب، كل بنت فيهم بتاخد أجر يومي مقابل 160 جنيه زي ما قلت حضرتك، بيطفوا العنب وبينظفوا العنب وبيغلفوا العنب طبعا. من الصغيرين حضرتك احنا بنتكلم عن اعمار حضرتك 14 15 16 سنه، يعني تمام كمان دي عماله اطفال ودي اساسا مجرمه في القانون المصري ده من بابه كده، يعني نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ادي اول جريمه. بالفعل حضرتك انت بتتكلم على اطفال مش سيدات، اطفال بيروحوا الصبح بدري بيصحوا الساعه 6:30 بيركبوا المعدية، العربية بتعدي على المعدية الساعة 7:30 بتوصل بيهم المكان حوالي الساعة 8 بيبدأوا يشتغلوا. اللي حصل إن السواق كان واقف على المعدية، طبعا فصل الكونتاكت بتاع العربية طبعا لازم، لكن ما شدش فرامل اليد فالعربية صاحبت يعني سهل التحرك، حصلت مشاجرة أو خناقة بينه وبين سواقين آخرين، روايات مختلفة، ولد عكس بنت، مختلفين على أول. إنما أنت بتقولي ده ميكروباص حمولته 14 راكب حلو شايل 26
بالفعل عندنا 12 راكب زيادة. كويس، يعني ضعف الحمولة. ضعف الحمولة بالضبط. وبالتالي لما هيوقعوا في المية مش هيعرفوا يتحركوا جوه الميكروباص يخرجوا منه. بالفعل كمان بيعملوا ثقل على الميكروباص، وده للأسف يساهم في عدم القدرة على انتشالهم سريعا، لأن في يعني عاوز أقول لحضرتك ثقل داخل الميكروباص ده ساهم إن الميكروباص يقع بسهولة داخل المية. طبعا عدد من السواقين المتجمعين حوالين المعدية أكيد، والشباب نط في المية وكله بيحاول قدروا ينقذوا في البداية مجموعة من الأشخاص حتى ما وصلت قوات الإنقاذ النهري وقدرت كمان تنقذ مجموعة منهم، لكن زي ما قلت حضرتك احنا عندنا يعني حتى الآن وفقا للأقوال شهود العيان وأسر الضحايا، لأن ما فيش بيانات رسمية حتى الآن، عندنا حوالي 12 حالة وفاة مؤكدة، عندنا 9 مصابين، عندنا حوالي من 5 مفقودين لحد الآن مش عارفين مصيرهم إيه، بيتم البحث عليهم حتى الآن. طب سؤال تاني بقى معلش، المعدية ليه ما عندهاش حاجز حديدي بتحطه بعد ما العربيات تركب؟ هي مفتوحة كده سداح مداح؟ ده سؤال مهم جدا أنا بحيي حضرتك عليه، لأن المعدية دي منتهية التراخيص من 5 شهور، من 10 شهور تحديدا شهر 8 اللي فات، بسبب هذا السبب إن مفيش حاجز يعني حاجز أمان زي ما حضرتك بتقول مش موجود، وبالتالي افتقدت اشتراطات السلامة، فعشان كده تم سحب الرخص بتاعتها، المفترض بتعمل بدون تراخيص، فهذه المعدية هي مخالفة ولها 10 شهور بتعمل بالمخالفة للقانون. 10 شهور بتعمل بالمخالفة للقانون، مفيش حد بيراقب هناك؟ يعني المفترض في رقابة، المفترض تكون من إدارة الرقابة النهرية، في رقابة من المحافظة والمحليات. أيوة مين اسمهم يا أستاذ محمود؟ المحليات. إدارة الرقابة النهرية. لا المحليات. والمحليات حضرتك طبعا وهم شغالين بقى لهم 10 اشهر، يعني مثلا ايه مش بيطلع كل 10 ايام طلع في الخباسة ده، 10 اشهر رايح جاي بالناس. بالفعل 10 اشهر، واكيد معروفة ان المعدية دي ترخيصها مسحوبة ومنتهية، فكان لابد من اتخاذ اجراء او وقف العمل بها على الاقل حفاظا على ارواح الناس. هل تم القبض على السائق؟ بالفعل على الفور تم القبض على السائق، هو حاليا محتجز وبيخضع لاستجوابات ويتم التحقيق معه من قبل الجهات القضائية، ومن المقرر صدور بيان رسمي يشرح فيه اعترافاته التفصيلية عما ارتكبه وتسبب في يعني وفاة زي ما قلنا يعني اتوبيس الصبايا زي ما وصفناه في الصحافة، لأنه فعلا كان يحمل عدد كبير من الصبايا. للأسف الشديد أستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحادث بليون سابع، بشكرك على هذه المداخلة. اسمحوا لي أقول يعني هقول إيه، خالص تعازينا لأهالي البنات الأبرياء اللي خارجة تشتغل علشان تجيب لقمة عيش لأهلها، واللي بسبب حلقات متصلة من الإهمال وصلوا إلى هذه الحالة. عايز أقول لكم إن الدولة قررت فورا، وزير العمل قرر صرف 200,000 جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، ده بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي سيتم صرفها. إنما القضية في الأول بدأ بإهمال من الأسرة وسماح بخروج بنت عندها 14-15 سنة للشغل، إهمال من سواق ميكروباص محدش بيراقبه ولا حد مسكه وكلها بتعدي، لأن أنت في مناطق مش هتمتد إليها بقى بميكروسكوب، ما أنت مش هتدور، دي ثقافة شعوب، دي ثقافة ناس، دي ثقافة محليات، دي ثقافة يجب أن أنت تواجهها وبعنف وبحزم. حلقات متصلة دفنت 16 بنت النهاردة، دفنت 16 بنت النهاردة. عايز أقول لحضراتكم هاخد خبر جزئيا إيجابي، دكتور رضا حجازي النهاردة وزير التربية والتعليم زي ما حضراتكم عارفين أنه بيحضر فعاليات المنتدى العالمي للتعليم، التقى بوزير الدولة للمدارس في المملكة المتحدة في بريطانيا يعني، وبحث معه تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المقدمة في الاي بي اس في الفترة القادمة في مصر. من ضمن الحاجات ايضا وده اللي هكلمكم فيه النهاردة في الحلقة بتاعتنا، الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى عن الاقتصاد المصري، عن الاقتصاد المصري بسبب الخبر اللي اكدته الامم المتحدة ان مصر هتخسر 20 مليار دولار بسبب ما يحدث في غزة. وايضا
محاولاتك الدائمة والمستمرة ونجاحك. تخيلوا انت لو مش هتخسر ال 20 مليار دولار هاخدكم بقى في النجاحات اللي انتوا بتتكلموا عنه. وهو وزير التجارة والصناعة قاعد بيستعرض مؤشرات اداء صادرات مصر في السلعية خلال الاربع شهور الاولى من عام 2024، وده اجتماع عمله. ثم تبدأ وزارة المالية الدكتور محمد معيط يتحدث ويبكر تبكير مواعيد صرف المساندة التصديرية للمستفيد منها. يعني مصر بتدعم المصدرين وبتعمل شغل علشان التصدير وبتعمل كل هذه الأشياء رغم كل ما يحيط بنا ورغم الخسارات والخسارة اللي بنتعرض لها بسبب أزمات مش بإيدنا، مش إحنا اللي عملناها. نطلع فاصل وحنرجع تاني الحالي. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى ضيوفي في هذه الفقرة، ضيوف متخصصين في الاقتصاد. سبب الفقرة هو التصريحات الأمم المتحدة اللي أكدت أن بسبب الأحداث في غزة سيتأثر الاقتصاد المصري وبأكثر من 20 مليار دولار. إحنا عدنا كلمنا مع بعض وزملائي الأعزاء في الإعداد، يعني أنا جاي لي 20 مليار من رأس الحكمة تقريبا أو أكثر شوية، وعندي أزمة اقتصادية، فتخيلوا فوق منهم أن أنا بيضيع علي 20 مليار بسبب حاجة أنا ما عملتهاش أساسا. زي بالظبط كده لما كانوا بيطلعوا يقولوا إيه، أن مين قال أن الكورونا والاقتصاد أثروا؟ أديك شفت العالم حصل فيه إيه. مين قال أن حرب أوكرانيا هتأثر؟ لو حضراتكم قستم كل هذه المشاكل اللي حصلت في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا، لو ما كنتش انت بدأت الاصلاحات الاقتصادية والشغل ودعم الصادرات وتمكين وغيره وغيره، كان حالك بقى عامل ازاي؟ اذا كان العالم بيعترف وبيقيس انت خسران قد ايه، ده هما اللي اعلنوها مش انت، لان انت لم تعلن. انت قلت انا خسران بس انت لم تعلن. فخلونا نبدأ نمسك هذا الخيط ونبدأ نتناقش فيه مع بعض. ما هو حال الاقتصاد المصري؟ وما مدى تأثر هذا الاقتصاد بالحدث اللي تم حولنا؟ ضيوفي أستاذي العزيز وصديقنا العزيز الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أهلا بك. أهلا بحضرتك، شكرا. والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور علي الإدريسي، أهلا بك. أهلا بحضرتك. حبدأ مع حضراتكم بتعليق أن الرصد تم لحال الاقتصاد المصري ومدى تأثره بالأحداث، تم من الأمم المتحدة برقم محدد. رأيك إيه في ده؟ رأيي طبعا أن احنا بندفع ثمن متغيرات كتيرة جدا بتحصل في المنطقة، صدمات متتالية على المستوى العالمي، حالة من حالات عدم اليقين وضبابية مستمرة معانا بقالها سنوات وسوف تظل لسنوات. يعني هي الفكرة كلها ان احنا كمان ما نقدرش نتوقع متى تنتهي هذه الصدمات والأزمات. للأسف الشديد التوترات ابتدت ان هي كمان نشوف كل يوم احداث جديدة، ومع كل حدث بنبتدي نشوف تأثيرات سلبية على مصدر من ايراداتنا، على شكل الاستثمارات اللي بتروح المنطقة. عندنا كمان مصادر يعني رئيسية بالنسبة لنا، مصادر دولارية زي السياحة زي قناة السويس. ما هم قال لك الحاجتين الاساسيتين دول اتضربوا، ودولت اتنين من ضمن خمسة هي المصادر غير مولدة لتكلفة او لدين بالنسبة لنا، بنعتمد عليهم بشكل كبير جدا، بجانب طبعا المصادر الاخرى زي تحويلات المصريين من الخارج واستثمارات اجنبية مباشرة والصادرات. لكن دايما قناة السويس والسياحة مصادر بالنسبة لي بعول عليها بشكل كبير، وكمان الخطوات التنموية اللي الدولة عملتها خلال السنوات الماضية كانت بتستهدف منها كمان ان الايرادات تبتدي ان هي تشهد تزيد. يعني تضاعف بشكل رهيب، وده وضع طبيعي. يعني الفكره كلها ان انا لما يكون عندي مشروع وبطور فيه وبنمي فيه وابتدي ان انا اخلق بنيه تحتيه جديده وخلافه، كل ده الهدف منه ان انا اضاعف هذه الايرادات. لكن طبعا كل الاحداث اللي احنا شايفينها في المنطقه
خلقت طبعا تأثير سلبي على الإيرادات، وبالتالي هي بتأثر بشكل واضح على سعر صرف الجنيه، وبنبتدي ان احنا نشوف دلوقتي التأثيرات ديت ناتجة كمان عنها ارتفاعات في معدلات التضخم عالميا، وتكلفة الاستيراد بتبتدي تزيد، ودي كلها اكيد تحديات بالنسبة لنا. الدولة يمكن زي ما حضرتك قلت احنا مستمرين في اصلاحات اقتصاديه، يعني اصلاحات اقتصاديه ما انتهتش بوقت معين، يعني حتى من اول لما بدانا في 2015 2016 اصلاحات اقتصاديه هي اصلاحات مستمره، وحتى نفعتنا بشكل كبير جدا في الوقت بتاع كورونا، والدوله استمرت في مشروعاتها القوميه وابتدينا نتحرك. لكن للاسف الشديد الاقتصاد المصري ما جاش عليه وقت يقدر ياخد فيه نفسه، انجاز التعبير، يعني ما فيش اول سنة ما بدانا اول ما بدانا عدت بهدوء. دكتور مصطفى كان معايا، كنا لما بدأنا بدأ كل يتوقع نمو 7.6، حضرتك تفتكر كنت معايا في الحلقة دي؟ الحمد لله حضرتك بتسجلي هذا الأمر. لا حضرتك كنت معايا مظبوط، وبدأنا خلاص قال لك مصر من أكبر 5 اقتصاديات الناشئة في العالم، فاكر التقرير اللي طلع؟ أيوة. ورحنا مضروبين كورونا صح، فوقنا بعد ما دفعنا مصر اتكلفت حوالي 200 مليار جنيه من الخزنة عشان الكورونا والمش عارف مين والحواديت والكلام ده كله، فوقنا منها واحنا داخلين في حرب الأوكرانية صح. فعدنا مرة أخرى إلى الاقتصاد الذي يعاني بسبب أحداث، بس همسك هنا في خيط وحضرتك اللي قلته، إن أنت لازم تصلح ويصل بتصل بالحال بتاع الاقتصاد بتاعك أن يتحمل الصدمات صح. اشرح لي الحتة دي. اولا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمه، واسمح لي انا يعني بحيي حضرتك تاني ان انت بتتيح لنا الفرصه انا وكل خبرائنا الاقتصاديين لتوصيف ونبعث برسائل للمجتمع المصري لنحرص على يعني ازاي ان احنا نوعي الناس ونشوف الاضرار اللي بتيجي من المشاكل الخارجيه مش نابعه من الاقتصاد المصري. ابتدينا يا فندم تصحيح اقتصادي كبير جدا، ولكن الاضرار زي ما تفضل زميلي الدكتور علي ووصف الحالة اللي احنا فيها، ولكن خلينا نقول التداعيات اللي احنا كل شوية بنتحملها من فاتورة من الأضرار الخارجية أكتر من الأضرار الداخلية. يعني احنا لما عملنا إصلاح اقتصادي كان عندنا أضرار على المجتمع المصري بارتفاع فاتورة معينة في الأسعار، ولكن الأضرار اللي بتجينا النهاردة أخرها تقرير الأمم المتحدة. عايز أقول لحضرتك خبرائنا الاقتصاديين في مصر هنا من يعني من 8 اكتوبر اللي هو من 8 شهور من تداعيات الحرب اللي قايمه في فلسطين بالاخص في غزه، قالوا ان في عدد من الدول بالاخص منها مصر والاردن والعراق هتتضرر اقتصاديا ضرر مباشر ثم مباشر وبالغ. انا فاكر ان هم قالوا ان في اضرار مستويات اعلى مستويات ضرر هتكون الاردن ومصر بالظبط كده، اللي هم الدول القريبه على الحدود او تتحمل تكلفه ما بيسمى كده بتحميل العبء من يعني جراء هذه الحرب. نمره 2، البنك الدولي صدق على هذا الكلام، صندوق النقد الدولي صدق على هذا الكلام، البنك الاوروبي صدق على هذا الكلام، ولغاية دلوقتي يا فندم زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة، يعني بشكر حضرتك على التوصيف الرائع للي بتشوفه في السياسة الدولية دي والعالمية، ده انعكاس على الوضع الاقتصادي. إهمال القضايا في العالم يوم بعد يوم بيتخلف عنها أضرار اقتصادية هتلحق به جميع الدول. وخلينا أقول لحضرتك بس نموذج كده خارج عن السياق ولكن هنرجع له تاني. شفت حضرتك اللي حصل في أفغانستان؟ طبعا محدش بيتكلم النهاردة عنها. حد بيدرس وضع افغانستان الاقتصادي ايه النهارده؟ محدش يعرف. عايز اقول لحضرتك ان اسوأ اداء اقتصادي في العالم النهارده افغانستان. ليه؟ من جراء ما بعثت بيه امريكا برسائل للعالم بهروبها وخروجها وانسلاخها من الحرب في افغانستان، ونفس الوضع اللي انت بتشوفه النهارده في فلسطين وفي غزه. هنفضل كده؟ ايوه يا استاذ شيردي هنفضل كده. طيب هاخد الجانب الاخر بعد اذن حضراتكم. انا انتوا شرحتوا، انا بقى هاخد، طب وانا كمواطن انا مالي؟ ما انا من المفترض ان اتمتع باقتصاد يتحمل هو. طب ما في دول جنبنا برضو اللي بيحصل لنا بيحصل معاهم وبيشوفوا، طب انا ليه ما وصلش اقتصادي لمرحله تحمل لانها لن تقف؟ الدكتور علي بيؤكد ان الازمات مستمره، والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قال فيش عالم مفيش فيه ازمات، مهمتنا ان احنا نوصل بالاقتصاد المصري
الى مرحلة ان يتحمل هذه الصدمات المتتالية. امتى؟ شوف يا فندم، لولا العلاج ولولا البرنامج الاصلاح الاقتصادي ما كناش حضرتك اللي هتشوفه النهاردة. يعني احنا كنا بنتكلم انا والدكتور علي وحضرتك، ارتفاع موارد قناة السويس لما وصلت للعشرة مليار صح؟ في قد ايه يا فندم؟ في 3 سنين. يعني هو كان 5-6 ابتدينا نوصل لعشرة مليار، فالمهم انت رجعت تاني قرب الخمسة او ستة مليار دولار. فيعني لولا فضل البرنامج الاصلاح الاقتصادي حوالين ان انت توسع قناة السويس، تدي هيئة قناة السويس والتنمية والصلاحيات والاستثمارات والمشروعات والهيدروجين الاخضر، وتبتدي تدي منطقة قناة السويس توسع وتوصل للعالمية، ما كنتش حضرتك هتشوف فيها الحل اللي احنا ولا فيه. كنت هتعرف تجيب الستة مليار، مش كده؟ ده صحيح، ده انا بتكلم النهارده، ده احنا فتحنا. عشان كده الناس دايما مع دكتور علي الناس دايما تقول لك الله، مش انتوا اتكلمتوا على الهيدروجين الاخضر فلوسه راحت فين، واتكلمتوا عن كذا وكذا وكذا، هل ده فعلا الاشياء دي بتنتج وبتعوض جزئيا الخساره الكبيره؟ انا عاوز اقول كمان حاجه، ان احنا مش المشاكل بتاعتنا في الخمس ست سنين سبع سنين، لا احنا بنتكلم كمان ان احنا التراكمات الكتيرة جدا. يعني حضرتك لما بنقارن مصر بمجموعة من الدول الأخرى، طب ما نرجع كده 10-15 سنة، طب هم الظروف ايه؟ ده احنا اساسا محملين بأعباء، يعني احنا اتحركنا على ملف عشوائيات، واتحركنا على ملف مدن جديدة، واتحركنا على عاصمة إدارية جديدة، واتحركنا، انت واخد بالك؟ وبعد كده ابتدت الصدمات دي كلها تاخد من ثمار اصلاح اقتصادي. كنا كلنا في 2019 قلنا هنبتدي نبني الثمار وهنبتدي بقى النمو الاقتصادي، انا مش هنسى الورق، بنوك العالم كلها خلاص، يعني موضوع بداية الانفراجة، وكلنا كنا متفقين على كده على فكرة، داخليا وخارجيا مفيش حد اعترض على هذا الامر طبعا. خلاص بالارقام وشايفين معدلات نمو بتتحسن، ابتدينا نشوف تضخم، ابتدى ان هو يحصل فيه تراجعات كبيره جدا، من 2017 كان 33%، ابتدينا ننزل لمستويات بقى خلاص ال 5% ولا 4%، والوضع في مستوى البطاله وخلافه، ابتدينا نخش في الازمات. وعاوز اقول كمان، يعني يمكن حتى ازمه كورونا لما الناس عدت ما كانتش متخيله ان هو في ازمه قوي، يعني يمكن مش بتكلم على الجانب الصحي، انا بتكلم على الجانب الاقتصادي، لا الناس يعني شافت ان الدنيا جميله وده فعلا ثمار الاصلاح، واحنا لاقيين ناكل ونشرب، وكان في دول متقدمه طوابير الناس عشان تجيب اكلها وخلافه، وضرب. لكن بعد كده مع الازمه الروسيه الاوكرانيه، الصدمات اللي احنا يعني استقبلناها كانت كبيرة جدا، من أول لما لاقي حوالي 25-30 مليار دولار في كتير من التأديات، يمكن التأديات الرسمية كانت بتقول 20 وتأديات أخرى بتقول إن هي أكتر من كده، ابتدوا يتسحبوا من الاقتصاد الهوت ماني، وبعد كده مناخ الاستثمار في المنطقة ابتدى إن هو يتراجع، وفي نفس الوقت الدولة مش ساكتة، مستمرة في مشروعاتها القومية، بتوظف، معدلات البطالة حتى بالرغم من كل الظروف ديت شايفينها إن هي ابتدت تقل وتوصل لمستويات أقل من 7%، ابتدينا نشوف نجاح في صفقه زي راس الحكمه، وابتدي ان شاء الله متوقعين ان يبقى في صفقات كبيره جدا كمان خلال الايام اللي جايه، القطاع الخاص ابتدى يرجع تاني للاستثمار. انا كمواطن، مره ثانيه اعود بك الى اصل السؤال نفسه، انا كالمواطن المصري بنظر الى هذه الاشياء وتقول شردي بيطلع والناس بتطلع وبيتكلموا وبيقولوا في ايجابيات كتيره جدا رغم الحاله السيئه اللي احنا فيها، فسر لي متى يستطيع الاقتصاد المصري ان يتحمل الضربات المتتاليه اللي ممكن تطلع؟ الاقتصاد لغايه دلوقتي بيواجه، لكن احنا حاطين رؤيه للسنين اللي جايه علشان نرفع من نسبه مساهمه قطاعي الزراعه والصناعه، والدوله مأكده على الموضوع دوت ومأكده على تعميق التصنيع المحلي، بس هي الناس متخيله ان فكره الصناعه والزراعه ديت بيتعملوا في يوم وليله، الفكره كلها ان احنا قعدنا عقود كتيرة جدا، اسهل حاجة عندنا كلنا ان احنا نستورد، بمعنى انا ليه ازع قمح ويكلفني 400-500 دولار، طب ما هو خلاص، طب ما انا اشتريه ارخص من بره، طب ليه ازع كذا، ما انا وفي النهاية كل ده وصلنا ان انا بقيت بعتمد على الاستيراد في 70-80% على الاقل من احتياجاتي، وبالاخص فيما هو متعلق بالامن الغذائي بقى كتير من السلع، يعني ابتدينا نشوف الزيت اللي بنستورده، القمح اللي بنستورده، السكر اللي بنستورده، يعني دي كلها امور بقت واضحه، وده كمان المشكله مش مرتبط بس بان انا بستورده خلاص، ده كمان تكلفه الاستيراد ابتدت ان هي تزيد، فكره ان انا اوصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي هو دوت اللي هيدي قوه للاقتصاد، ان انا ابتدي اصنع، ابتدي ازرع، هو دوت اللي كمان يمكن
كورونا اديته درس للعالم كله. لما شفنا الاقتصادات ابتدت كلها تنغلق على ذاتها، كلها بقت بتعتمد بما يتم انتاجه محليا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لما شفنا قبليها في الحرب التجارية مع الصين اللي كانت دايما بتتكلم على الانفتاح الاقتصادي والحرية و لما شفنا الصين كانت بتهددها اقتصاديا ابتدت ان هي ترفع رسوم الجمركية. وبالتالي زي ما بتأكد القيادة السياسية لازم ان احنا نعتمد على انفسنا بشكل اكبر، ده اللي هيدي صلابة للاقتصاد المصري مواجهة اي ازمات ممكن تبقى موجودة. دكتور مصطفى، هاخد حضرتك الى المصطلح وهو disruptive progress او التطور المدمر اللي العالم بدأ يناقشه من 2020 من أيام دافوس. كنا بنناقش disruptive technologies ولكن اتقلبت إلى disruptive progress، إن أنت عشان تتقدم لازم تدمر كل ما هو قديم. هل مصر بدأت اقتصاديا في النظر إلى هذه النظريات وبالفعل تطبيقها؟ لأن احنا النهاردة أنا بتكلم احنا خلال 7 سنين أنا أقدر أقول لحضرتك إن احنا الأول في العالم في تمور وتصدير، مظبوط، في الفراولة المجمدة رقم 1، محاصيل زراعية كتير، في الموالح رقم 1، ومحاصيل ضخمة جدا، ثم التوسع في الأراضي الزراعية وغيرها. انت الأسس اللي كانت ماشية، ودي كانت بتعتمد عليها نظريات اقتصادية، ما هي مبنية على النظريات من الخمسينات والستينات، مظبوط، اتدمرت. هل احنا حطينا أسس صحيحة ماشيين على الطريق الصحيح؟ بكل تأكيد يا فندم. وخلينا أقول لحضرتك اللي انت حضرتك بتذكره ده فعلا وبيطبق دلوقتي، حتى ما مصطلح فيه كمان زي ما بيسمى كده التنمية المستدامة. أيوه. عايزين مشروعات تفضل بتنمية مستدامة لعشرات مستمرة ومستمرة. أيوه. لعشرات السنين. وخليني أقول لحضرتك كده، انت حضرتك بتقولي طب المواطن هيسأل ازاي احنا يعني بنشوف الصدمات دي. انت حضرتك لو تلاحظ لغاية وقتنا الحالي مفيش سلعة غير متوفرة في السوق، يعني رغم الأزمات العالمية دي كلها النهاردة القمح عندك الحمد لله متوفر وداخل على المحصول اهو السنة دي، مش كده؟ الحمد لله عندك مخزون استراتيجي بيصرح بيه وزير التموين او وزير الزراعة في بعض من المحاصيل 6 شهور و7 شهور. رغم الأزمة العالمية النهاردة الغاز عندك متوفر، رغم الأزمة الكبيرة اللي انت شفتها حضرتك بأن الحمد لله 4 سنين ما حصلش أزمة في أنبوبة الغاز، صح؟ هي الناس بس تناست شوي. فده اللي احنا دايما بنقوله، رغم التحديات والصعوبات دي النهاردة ولكن عندك أسس بتضحى الاقتصاد تحولي، ان انت النهاردة تكون بتوطن الصناعة. دي ليها تكلفة؟ ايوة ليها تكلفة. أيوة. دي نمرة واحد. وفي زي ما بيسمى قوة القوة المضادة، يعني في ناس كانت مستفيدة فبتحاول تعرقل هذا الامر. ما تنساش حضرتك عندك البيوقراطية وتحمل الأعباء، عندك هيكل إداري. بص يا فندم، الفساد الإداري، وأنا هكون أو أكثر وضوحا من حضرتك، الفساد الإداري على المستويات الدنيا مظبوط يأكل كل ما هو خير الأخضر واليابس في مصر. أكيد. علشان كده يا فندم لازم وبنصر دايما كاقتصاديين التحول الرقمي جزء من العلاج. افصل الملكية وافصل مقدم الخدمة. وحصل ده انا عارف، بس محتاجين مجهود. وخلي بالنا زي ما بنقول كده فندم، تداعيات عملية الاصلاح بتاخد امرين في غاية الاهمية. واحد، مدة كبيرة جدا، عشان كده دايما الرئيس يقولك ما عنديش رفاهية في الوقت. 2، العبء المالي والتكلفة المالية، علشان كده بتحاول توصل بشراكة استراتيجية مع مؤسسات عالمية تقدر تسندك لمشروعات اقتصادية في القطاع الخاص. وهم واثقين فيك لان شافوك حققت قبل كده. دكتور علي، الرئيس دائما بيطلع الحقيقة وده رئيس الوزراء وكل المسؤولين في مصر شبه بيشكروا المواطن على اللي بيستحمله، يعني هم معترفين ان احنا مستحملين فوق طاقتنا. اكيد. ولكن ايضا الدولة مخصصة ومستمرة في الدعم، بل على العكس ميزانية الدعم اتضعفت على الدولة. الدعم والأجور والمعاشات وكل البنود ديت كلها بتبتدي ان هي تزيد من سنة للتانية، لكن هي الفكرة كلها ان عندنا قيادة سياسية هي بتأمل للأفضل للمواطن المصري، ومهما قدمت بتقول، ودايما الرئيس يقول لا احنا محتاجين اكتر، محتاجين احسن، بيعترف محتاجين طبعا نبني. ودايما يعني فكرة الحديث حتى عن التحديات، ويمكن حتى البعض يقول يعني طب ما نتكلم على الايجابيات بس، ليه نتكلم عن، فالرئيس بيتحدث عن كل الامور بمنتهى الشفافية
وان شاء الله باذن الله احنا شايفين ان احنا حتى برغم من الصدمات دي والازمات ديت، لكن الدوله برضه بنلاقي تدخل سريع من جانب سياده الرئيس زي ما شفنا في شهر. طب 180 مليار جنيه نزود ونعدل في الحد الادنى للاجور، طب 15% زياده في المعاشات، نبتدي نرفع من حسبه الاجراءات الاجتماعيه، دي كلها خطوات الدوله بتحاول ان هي تساند بيها المواطن عشان يقدر ان هو يواجه الازمات المتتاليه اللي احنا كلنا متفقين عليها ان هي في الاول وفي الاخر ازمات جزء كبير منها احنا مستقبلينها للاقتصاد المصري، لكن يكفي ان احنا قادرين ان احنا نتعامل مع هذه الصدمات بشكل اكبر، وقادرين ان احنا كمان برغم من حاله عدم اليقين والضبابيه ديت ان احنا قادرين ان احنا نحافظ على احتياجات المواطن المصري وعلى الخدمات بتاعته. ممكن تكون اتاثرت بعض الشيء، ولكن في النهايه احنا بنحافظ على وجودها. نتمنى. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل. الحقيقه خدوا بالكم انا بحاول استفهم زيكم بالظبط من ضيوفي ورؤيه، خدوا بالك يعني انا بتكلم مع دكتور علي ادريسي لانه شاب وبينظر نظره خارج نطاق اللي انت ممكن تكون باصص له، وهو بكره انت قدامك ايه، بترسمها ازاي، عامله ازاي. بتكلم مع الدكتور مصطفى بدره لانه خبير هنا. ليه؟ هو خبير في انك انت تمول ايه وتدعم ايه وتخرج من ايه وتستثمر فين علشان برضه بكره، وبالتالي بنحاول نصل الى رؤيه حول حاله الاقتصاد المصري، مدى تاثره، وامتى هتقدر تتكلم في حته ما تقلقوش، ممكن نتاثر بس اقتصادنا اصبح اكثر قوه. بعد الفاصل حالي يوم. في حدث جمع قادة الفكر والخبراء في مجالات التنمية المستدامة لطرح رؤيتهم حول التحديات التي تواجه جهود الاستدامة وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، انطلقت النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار نحو إفريقيا المستدامة. نجد النهاردة هذا الميثاق هو دعوة لشركات القطاع الخاص إنها تتبنى في معاملاتها أهداف التنمية المستدامة، العمل المناخي، الحوكمة. المهم عندنا إنه الناس دي يكون عندها فعلاً نية وأهداف إن هم يحققوا الاستدامة. 60% من الزيادة السكانية في الشباب في 2050 هتبقى في أفريقيا. فأفريقيا مش هتبقى حاجة للموارد الطبيعية بس، لا دي الموارد الطبيعية أو الموارد البشرية. بنحاول إن احنا نغير المفهوم بتاع الاستدامة اللي موجود في مصر، حاول ننقل الاكسبيرينس أو التجربة اللي احنا عشناها بره مصر. المنتدى ألقى الضوء على عدة موضوعات هامة تضمنت تمويل العمل المناخي والتعليم والهيدروجين الأخضر والمجتمعات المستدامة والمعايير المسؤولة بيئيا في إدارة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي. المؤتمر ده انا بعتبره ان هو الاول في مصر ان هو يتعمل يتداول كل المواضيع اللي على الساحه الدوليه اللي لها علاقه بالتنميه المستدامه. الجلوبال كومباكت دي منصه جميله جدا للتواصل ما بين الشركات وما بين الامم المتحده، اللي احنا بنشتغل بشكل لصيق جدا مع الاطر التنمويه اللي هي بتشتغل بيها في نفس القضايا. التنميه لازم تحصل في افريقيا كلها، مش في مصر بس. محاور المؤتمر اللي احنا اخترناها هي كلها تحديات بتقابل القاره الافريقيه. المنتدى هذا العام يعد نقطه الانطلاق لهذا الحدث السنوي الذي يهدف الى تحفيز الجهود المشتركه والتعاون بين مختلف الاطراف المعنيه والمساهمه في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. عمرو عبد الحميد، الحاليوم. من ضمن الإصلاحات اللي أنا واقف قدامها النهاردة طبعا وزارة المالية والإسراع والتبكير ب 8 مليار بيتصرفوا دعم المصدرين وهيتصرفوا في 6 يونيو القادم. اللي أنا واقف قدامه اللي حضراتكم أكيد بتسألوه هو الدولة بتدعم اللي بيصدر؟ وده نظام جديد ولا إيه الحكاية؟ مش بس كده،
ده اللي بيتابع ده اجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي قبل اجتماع النهاردة بيتابع القضية دي، وده جزء من حل المشكلة بتاعتك. هاخد تعليق الدكتور مصطفى بدرة والشرح سريعا وتعليقك على ده. ده شيء من أهم الأمور لدعم الصناعة ودعم حركة التصدير بالكامل. بمنتهى البساطة فندم، المصدرين أيا كانت الصناعة أو النشاط، الدولة بتدعمهم بأن هي بتديهم ما بيسمى بدعم الصادرات. أي مصنع بيكون ملتزم فندم أو مصدر للخارج وبيوفي بتوريد الحصيلة داخل الدولة مرة أخرى اللي هو دعم، يعني اللي هو فاتورة الصادرات، فالدولة بتتحمل جزء من العبء ده وبتديله مردود مالي. علشان كده النهاردة باين ان في نشاط كبير داخل حركة التصدير خلال السنتين ثلاثة الماضية، اللي هو زودت حركة الصادرات يعني جدا. جابت عملة أجنبية، فدولة رئيس الوزراء كان دايما في يعني زي ما بنسمى كده متطلبات بيسموها، أو زي ما بيسموها معالجة الصعوبات، أو سميها إن لازم يكون في التفات من وجهة نظر الحكومة لدعم الصادرات. علشان كده دولة رئيس الوزراء بنفسه بيتابع اللي هو بيسمى بدعم الصادرات عن طريق وزارة المالية، اللي هي بتسدد تقريبا، او اعلن الدكتور معيط ان هم تقريبا 8 مليار جنيه قبل نهاية شهر 6 القادم، اللي هو بتنهي يا فندم السنة المالية اللي بتنتهي في 30/6 القادم. عندي 55 مليار جنيه في خلال 4 سنين بس اللي فاتوا. ده بخلاف الثمانية اللي جايين، يعني مزبوط. احنا معديين 60 مليار جنيه في 4 سنين دعم للصادرات. مظبوط بالظبط. ده معناه، وده طبعا دعم جزئي، ده حاجة انت بتتكلم 4% 5%، انت بتتكلم ان في تصدير حصل بمليارات، وده عباد، وان السيادة رئيس عاوز يوصل ل100 مليار. ففكرة ان اوصل 100 مليار دولار صادرات، ده في حد ذاته بيتطلب جزء مرتبط بان انا ازاي اقدم مزيد من الحوافز التصديرية. والحاجة التانية كان ملف واحنا كلنا كنا متابعينه خلال الفترة اللي فاتت مرتبط بمستلزمات الانتاج، ما انا لازم انتج علشان ابتدي ان انا كمان اصدر، ودي كانت مشكلة ابتدت الحكومة تتعامل معاها بحيث ان يبقى مواد الخام ومستلزمات الانتاج متوفرة، الحوافز بقت موجودة، ما يبقاش عندك مشكلة ان انت تنتج توفي احتياجات السوق المحلي، يتكون عندك فائض ابتدي اوجهه للتصدير. طب رأيك ايه في المنطقة بتاعت الدراسات اللي تمت، مبادرة زي مبادرة ابدأ، تعالوا يا جماعة نشوف هو احنا بنستورد ايه، مستلزمات انتاج، طب ايه اللي ممكن نصنعه هنا؟ موضوع مهم جدا، لان احنا لما نيجي نبص على هيكل السلع كتير جدا بنستوردها، بنلاقي ان احنا ممكن نصنعها وليها بديل محلي، وبنلاقي كلنا ويمكن كلنا حتى بناخد الموضوع بهزار شويه. ما جاي بقى دكتور مصطفى قال لك احنا كنا بنستسهل، مسامير مسامير على استك على 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 على، ونلاقي نفسنا فاتورة الواردات بتاعتنا بتزيد بشكل. ما عنديش مشكلة لما يكون عندي استيراد لمنتج هيكل الاقتصاد مش قادر ان هو ينتجه نتيجة شيء او الاخر، لكن لما يكون عندي منتجات انا اقدر اعملها، مش هقول في مصنع، في ورش، ان انا انتجها ويبقى متوفر ليها البديل، فيعني ده موضوع اكيد. انا شفت يعني حاجات كتير بس جدا، بس انا عاوز اقول يعني اواجع لجملة حضرتك قلتها مهمة جدا، ان الموضوع مش مرتبط بس بالقوانين، لكن هناك اصحاب مصالح. بمعنى ايه؟ ان في واحد بيستورد وبيكسب على الجاهز، فاكيد بشكل او باخر هو بيحارب اللي يصنع المنتج دوت محليا، لان انت لما هتصنع محليا وتصدر، طب ما انا دلوقتي المكاسب بتاعتي والمصلحه بتاعتي هتبتدي تروح. فده جزء ومهم جدا ان الدوله ابتدت تتحرك على مجموعه كبيره من المبادرات عشان تشجع ما هو هي مشجعه المصالح دي المستورد الذي تحول بس الى في تعليق سريع. فضل. انت عارف حضرتك ان الدوله متبنيه دلوقتي عمليه الافساح للقطاع الخاص، طبعا مظبوط، وبنتبنى دلوقتي ان يكون عندنا اولويه لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وكلنا متفقين على هذا الحال. ولكن في امر في غايه الاهميه، ان لم تنشا بنيه قانونيه للحفاظ على يعني مكتسبات المجتمع ده كويس، سواء بقى من قوانين، سواء من تشريعات، سواء من أجهزة، بمنتهى البساطة يا فندم، كل ما تفسح المجال للقطاع الخاص لازم تفسح المجال لإحكام الرقابة على الشركات دي. بتشوف نشاط النقل الذكي عنده مشاكل، وبعدين تكتشف ان مفيش قانون، وبعدين تكتشف ان في انفلات في بعض من يعني الامور، وبعدين ترجع تقول اصلا انا حاسبهم، دول توغلوا خلاص داخل المجتمع، صح؟ تيجي تحاسبهم يبقى الضرر اكبر من ان انت كنت تحل المشكله من الاول.
فانت بادئ دلوقتي باعاده تثقيف المجتمع واعاده التثقيف الداخلي في قطاعات واعاده التغيير. فانت النهارده رايح ان انت تفسح مجال، انت هتطرح شركات كتيره وهتفتح انشطه كتيره للقطاع الخاص. انا عايز ان احنا نكون جاهزين. واحد، وعي للمجتمع، اعرف حقك فين، اعرف الاجهزه اللي تقدر تبلغ عليها. لازم يكون في اتنين، لازم يكون في قوانين وتشريعات للحفاظ على حق ومكتسبات المواطن البسيط. يعني ما ينفعش الدولة بتدي دعم كبير جدا وبعدين تلاقيه انه بيهدر في بعض من الانشطة وغير مدقق وغير سليم. ثلاثة، انت النهاردة لازم يكون في احكام للرقابة. ما ينفعش. سؤال. فضل. هل تجد ان الرقابة على المنتج المصري داخلية كافية؟ لا. شوف بمنتهى الصراحة على طول كده، لا. هل تجد الرقابة كافية؟ لا طبعا. لا طبعا. ليه؟ محتاجين، لان لغايه دلوقتي الجوده، ما انا عندي هنا مشكله مصانع تحت بير السلم. بالظبط يا فندم. الانترنت بيجيب لك اعلانات وده جهاز الرفرف الطائر في مش عارف مين اللي هيعمل لك ايه، وتروح مخبوط 1000 2000 جنيه وتختفي الشركه دي وتتلغى، والاعلانات على الانترنت وباعله بمليون في اسبوع. حضرتك بتتكلم على مصانع بئر السلم. انا عاوز اقول لحضرتك، ما هي دي بتضرب الكبير. ده عاوز اقول لحضرتك ان حتى الكبير في مشاكل بنواجهها في الرقابه، يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على رقابه على كل المستويات، لان احنا بنتكلم حتى الكبير عنده مشاكل وفي اجهزه كهربائيه وفي عربيات وفي حاجات كتيره جدا، وبنلاقي مشاكل وبنرجع للجهات الرقابيه على صوم جهاز حمايه المستهلك وبنتكلم ونقدم شكاوى، وبرضه بنلاقي الموضوع. العقارات هنلاقي فيه مشاكل، وفي مشاكل في التسليمات ومشاكل في الرقابه. فبالتالي ملف الرقابه على اي سلعه واي خدمه المواطن بيشتريها وليه حق ان هو يحصل على سلعه وخدمه. هل هذا قصور تشريعي ام تطبيقي؟ الاثنين يا فندم. الاثنين، لان انا عندي قوانين. بص يا فندم، يعني انا هقول لحضرتك، جهاز حمايه المستهلك عنده قانون ما يقدرش يتجاوزه. انت الجهاز ذات نفسه يا فندم ماشي في اطار تشريعي ما يقدرش يتجاوز، ما يقدرش مثلا، هو عنده ضبطية لكن ما يقدرش يتجاوز مع الشركة المنتجة سواء سلع معمرة او عربية. لكن انا اللي يعني دايما بلوم الفترة الزمنية الكبيرة. واحد حط ممتلكاته في شراء سلعة مثل العربية، مش ذنبه ان خرجت العربية دي او السيارة دي من شركة فيها عيب. ما هو عادة بيجي المنتج يقول لك لا، طب ما انا عامل 10,000 عربية تانية، اشمعنى دي؟ وتبدأ المسألة. يبقى يكون في 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 يعني تغليظ للعقوبة، او يكون في مراجعة. العقوبة ولا الإسراع بالإجراءات؟ إسراع بالإجراءات. هل ده بيتطلب زيادة عدد الناس ولا زيادة الوعي الاثنين يا فندم، والتحرك؟ الاثنين. أصلا ما ينفعش دولة فيها على الأقل النهاردة بتتكلم 110 مليون مواطن بيديرها جهاز زي جهاز لينا ليه كل التقدير، 500 واحد هقول لك 1000 واحد 2000 واحد ما يقدرش. ولكن حقيقته كمان يكون في متابعه. بتتكلم على جهاز حمايه المستهلك طبعا. انا بدي رقم كبير قوي، هم طبعا ما بيجوش 500 واحد، بس انا بقول لك ما بيجيب، ما هم اساسا ما يعدوش ال 300. ما انا بقول لك خليني عددهم قليل. ما انا بقول لك دي حاجه. الثانيه، الحاجه الثانيه يا فندم، كمان الرقابه من بعض، من اتحاد الغرف، من جهات زي وزاره التموين، زي الصناعه، زي ان انت النهارده حضرتك بتتكلم النهارده بتقول ابلكيشن على الانترنت. لما انا اشتكي النهارده وبلغ وزاره الاتصالات واقول ان في ابلكيشن موجود مثلا بيدير شركه او بيعمل كذا، طب دور ابعث على رساله الفجوه التشريعيه. وزاره الاتصالات ما تقدرش تمنعه انه يعمل اعلان. لكن انما يجب ان تكون هناك جهه رقابيه يجب ان هو يحصل عليها. فاكر زمان في الاتصالات كان يقول لك ايه، هذا الاعلان وفق الشريعة ومش عارف. لا لا لا، وافقت عليه جهاز الاتصالات المصري. مصد الاعلام هو دلوقتي المنصات دي المستهلك بيتابع الموضوع ده. بس المشكلة انت عارف كمان يا دكتور المشكلة في ايه؟ في ان ساعات بيبقى في قوانين لكن هل اتنفذت ولا لا؟ ما هو ده بقى انا سألته. دي بقى ونفضل احنا في الـ في الـ في الـ في الدايرة ديت. ما هو على فكرة اللي انا شايفه ان ده مش عيب الحكومة، هو قد يكون تقصير من الحكومة في زيادة دعم الناس وتمكينهم. انما التشريع موجود والعقوبه موجوده لكن الاجراء متخش. ولكن ما هو انت بتعدي على كم موظف يا دكتور، وبتعدي على كم جهه يا دكتور؟ قول لي. طيب يبقى احنا نبحث بقى حق المواطن ده يروح لفين. كويس. زي ما احنا بنتكلم كده النهارده، يعني تخيل حضرتك ان دوله رئيس الوزراء بيتابع من بنفسه المشكلات. يعني هل ده يعقل يا جماعه؟
ان يكون المركز بتاع دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء رئيس الوزراء بيقعد يتابع حلته قد ايه كان مشكله في اليوم. يعني انت يعني عفوا يا فندم، ما هو انت لا، ما هو مره اخرى نعود الى فكره ايه، الثقافه المتاصله في القطاع العام والمتاصله في. طب امتى تحل يا شفت بيه؟ انت الان يا دكتور انت بتسالني، انا جايبك اسالك انت. معلش، انت الان تتحدث عن مواجهه الدوله العميقه، وهو ليس في الامكان ابدع مما كان. بتتحدث عن الشخص اللي بيروح يقعد على مكتبه كل يوم الصبح. عايز راي يا فندم؟ اه عايز راي بمنتهى الصراحه. لازم دوله رئيس الوزراء يطلع ان الحل في 48 ساعه، والا الصبح يتشال المسؤول. يعني انا بعت شكوى النهارده في جهه معينه، او استغثت بدوله رئيس الوزراء في جهه معينه وليا حق في 48 ساعه بدل ما تحول له الشكوى دي سواء اي حاجه كانت، وما ردش عليها المسؤول، لازم اعرف العقاب بتاعه ايه. اخر كلمه او لا الاجابه طب. ارجوك، الاقتصاد المصري الان افضل حالا عما كان عليه من 8 سنين 9 سنين بكل تاكيد طبعا. شوف بالفم المليان، وارجوك بسرعه خلي الناس تثق في اللي احنا بنعمله، خلي الناس عندها وعي زي ما حضرتك تفضلت ان يكون معانا وبيساندوا القياده السياسيه في هذا الامر. اتفضل دكتور علي. الوضع طبعا فيه تحديات كبيره جدا، لكن الاقتصاد المصري بيثبت كفاءه ان هو قادر يواجه هذه التحديات. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبشكر ضيوفي في هذه الفقره، الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي استاذ التمويل والاستثمار، والدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. نشوفكم بكره على خير باذن الله. الحياه اليوم.